السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع الحجر الصحي؟ كي دايرين مع هذا المرض؟ يا ربي ترفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله راكم عارفين مع الحراره اللي تزاد دابا وبريسك راه فصل الصيف دخل، جوج حوايج كنكونسوميوهم هو الماء بارد والكلاص. داكشي علاش جبت لكم واحد الوصفه ديال الكلاص كتجي خطيره. كنا كيعجبنا الكلاص ديال النوغا وشوكولا، لا بلوبار كيعجبو الكلاص نوغا شوكولا. داكشي علاش صايبت لكم واحد الكلاص جا روعه، جا توب، بالاخص النوغا. انا عجبني اكسيبسيونيلمون النوغا، جا زوين فريمون زوين، جا بحال ديال اللي كناكلوه على برا. داكشي علاش بغيت نشارك معكم الوصفه. ودرت وصفه ثانيه اللي هي لي تورساد بواحد الطريقه اللي هي ساهله بزاف بزاف بزاف، وفيها ثلاثه المكونات لا اقل ولا اكثر. قبل ما ندوز باش نوريكم الوصفات اللي صايبت، بغيت نقول لكم حاجه اللي كنقولها لكم ديما، كنتمنى اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك، يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وبيان سور جيم ولي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيعجبوني بزاف بزاف. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي، وبغيت هذه القناه تزيد تكبر تكبر وتزيد تكبر ان شاء الله بكم. ودابا ندوزو الوصفه اللي قلت لكم، يلا معايا البنات. اول حاجه غادي نبدا بها هي بلوتو جوج حوايج. غندير حليب مركز المحلى حيت ما غاديش ناخذه موجود، غادي نصايبو عندي في الدار. وغندير النوغا، النوغا اللي هي الكاوكاو واللوز، نعسلهم نعسلهم وغادي يوليو عندي نوغا. ديجا راني درت سكر وسكر سنيده وشويه ديال الماء، نخليهم حتى يتعسلوا مزيان، عاد نزيد عليهم كاوكاو واللوز. وهنايا في الكاسرونه غادي درت الحليب مركز المحلى اللي هو كاس ديال النيدو، كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الماء دافي. كنميكسيهم مزيان مزيان وكنديرهم في الكاسرونه وكنبقى نحرك فيهم مزيان مزيان. من الافضل انكم ما تهزوش يديكم من التحراك. صافي، هنا بعد ما وجد عندي داك الكراميل راه هو، غادي نزيد الكاوكاو واللوز. الكاوكاو ما حمرته ما والو، درتو هكاك لا هو لا اللوز. صافي، غنبقى نحرك فيهم نحرك فيهم مزيان حتى يتجمع عندي مزيان ويلصق هذاك السكر في هذاك الكاوكاو واللوز. عاد نحيدو نسرحو في بابي كويسون ونتسنى عليه حتى يبرد، عاد ندوز باش نطحنو نطحنو مزيان مزيان، ونخلي واحد الطريفات يكونوا شويه صاينين. صافي، غيكون واجد عندي هذيك، تكون واجده عندي هذيك النوكه. هنا الحليب الحليب المركز المحلى راه بدا كيعقد عندي، راه كتبان لكم لا كونسيستانس ديالو بدات كتقال. غنبقى نحرك مزيان 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 حتى يعقد ونوصل. ها نتوما، ها هي ديجا راه هو دابا ديجا راه واجد، غير هو باقي سخون خصو يبرد عندي كاريمون. غنحيدو من فوق من الكاسرونه وغنديرو في كاس، غنحطو نديرو في كاس حتى يبرد عندي ويكون واجد باش نبدا نصيب هذاك الكلاص ديالي. انا كنصحكم الحليب مركز المحلى من الافضل ما تاخذوش من برا، صيبوه في الدار من الافضل. راه الا درتوه صيبتو هكا وحطيتوه في الثلاجه راك تقدروا تستعملوه، راه كيبقى شي، انا كنخليه اون سيمين دي فوا اون سيمين كيبقى عندي في الثلاجه ما كيخسرش. هنا ها هي ديجا النوكا راه واجده، غادي نطحنها كما قلت لكم ونكملوا معكم الوصفه ديال الكلاص ديال اليوم ان شاء الله. البنات غندوزو باش نشوفو المكونات ديال الكلاص اللي غادي نصايب. غادي نصايب جوج ديال لي زاغوم، غنصايب صايب شوكولا وغادي نصايب النوكا. غنحتاجو فيه هذاك الحليب مركز المحلى، وغنحتاج واحد السيترو ديال الحليب، كاكاو، دانيت ديال الشوكولا،
نحتاجو دانون فاني ونحتاجو لاموس، سينو ما كانتش لاموس تقدروا تستعملوا شونتي، وغنحتاجو هذيك النوكا اللي ديجا صيبت انا وياكم. اول حاجه غنبدا بها هي غناخذ واحد كونتيتي ديال السيترو ديال الحليب ونزيد عليها هذيك لاموس ونطلعها مزيان 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 حتى تولي عندي موس طالعه هكاك. ونكمل لكم المقادير ونكمل لكم الطريقه بلوتو. طلعت هذيك لاموس عندي انتما غتشوفوا الشكل ديالها، غادي نزيد عليها هذاك الحليب المركز المحلى داك الكاس كامل غادي نزيدو وغادي نرجع نطرب ثاني مره اخرى. ملي غنطرب للمره الثانيه غنقسم هذا الخليط عندي على جوج، نص غادي نديرو بلاغوم ديال الشوكولا والنص غادي نديرو بلاغوم ديال النوكا. بقاو معايا وشوفوا. بعد ما زدت هذاك دانون فاني طربت ثاني مزيان غادي نزيد هذاك النوكا اللي صيبت ونخلط هذاك الكونتيتي اللي ديجا انا قلت لكم راه قسمت النص غنديروا نوكا والنص غنديروا شوكولا. غنخلط هذيك النوكا مع هذيك مع داك الكلاص، نخلطهم مزيان مزيان وغنديرهم في سوبيره اللي غادي ندخلها للفريغو. ديجا راه خليت واحد شويه ديال النوكا غنديرها من الفوق ديال هذا الكلاص وندخلو الفريغو. نفس الطريقه غنديرها مع بهذيك لاغوم ديال الشوكولا، غنزيد دانيت وغنزيد هذاك الكاكاو ونطرب مزيان ونديرهم حتى هما في مول وغنزيد واحد الطريفات ديال الشوكولا. صافي نزيد دوك الطريفات ديال الشوكولا وندخلها حتى هي الفريغو. غادي نخلي هذا الكلاص يبقى عندي يبات عندي ليله كامله تيتجمع مزيان مزيان، سيرو ما بغيتوش غتقدروا تخليه واحد 4 سوايع 5 سوايع، انا غادي نخليه يبات. ملي غنكمل هذا الكلاص عندي غادي ندوز باش نصايب انا وياكم لي طوغساد، كيجيو خطيرين زوينين بزاف وديال الدار بيان سور، اي حاجه في الدار كتكون بنينه. تبعوا معايا ان شاء الله.
هنا البنات لي طورصا غنحتاجو فيهم الكريم باتيسير اللي ديجا انا وجدتها بلا بودر ديال الكريم باتيسير الحليب وشويه ديال السكر وكتبقاي تقلبي فيهم فوق البوطه حتى كيتجمعوا عندك. غنحتاج هنايا البات فويتي وغنحتاج واحد شويه ديال الزبيب. اول حاجه غادي ندير هي غادي نسرح هذيك البات فويتي مزيان مزيان مزيان، غنسرحها نحاول ما امكن نديرها تكون مستطيله، غنسرحها كامله. غادي ندير نسرح هذاك الكريم باتيسيير في النص ديال هذيك لاباط، هذيك لاباط فويتي، وفي هذاك النص هذاك نفس هذاك النص غنسرح فيه شويه ديال الزبيب ونتنيها على جوج، هذاك النص اللي خاوي نتني على داك النص اللي عامر، ونحاول نقطع واحد الطريفات يكونوا طوالين بحال باغيت. نحاول نقطع هذوك الطريفات يكونوا طوالين وندورهم. ها نتوما تبعوا تشوفوا الطريقه راه كتجي زوينه بزاف بزاف، وكتقدروا تنسموها باي حاجه بغيتوا، اي حاجه بغيتوا كتقدروا ديروها لهذه الطرصاد، ومام تقدروا ديروهم مالحين صافي ديال، تقدروا ديروا معاهم طون، تقدروا ديروا معاهم الفيمي، اي حاجه كتبغيوها تقدروا ديروا معاهم غير الفرماج بوحدو، اي حاجه كتبغيوها نتوما تقدروا ديروها فهاد لي طرصاد، وكيجيو زوينين مملحات زوينين. انا غنديرهم حلوين هاد المره، والمره الجايه غادي نديرهم مالحين. ها نتوما تبعوا معايا، انا راه ديجا بديت كنطالي في هذيك الكريم باتيسيير، غنسرحها مزيان مزيان على هذيك البات فويتي وغنوريكم شنو غادي ندير. كملت هذيك لي طورصاد غادي ندردر عليهم واحد شويه ديال السنيده وندخلهم الفران تيتحمروا عندي مزيان مزيان. ردوا معاهم البال راه ما كياخذوش وقت بزاف في الطياب، فهاد الوقيته على ما يطيبي عندي هذوك لي طورصاد غنوريكم شنو هما لي زارتيكل اللي خديت من البيم اللي زوينين بزاف بزاف وبراتيك وضروري ضروري كتحتاجيهم. الحلويات لي شوسون بزاف ديال الحوايج انتم غتشوفوا، وراه الثمن ديالهم ما غاليش بزاف، راه دايرين 7 دراهم.
البنات غادي نوريكم الشكل ديال لي طوبصاد بعد ما كيطيبوا كيجيو محمرين ومذهبين هكا، وحتى دوك الحبيبات ديال الزبيب كيجيو باينين، وحتى المذاق ما نقولش لكم جاو خطيرين بزاف. ودابا غندوز باش نوريكم الكلاص بعد ما بات ليله كامله، راه جا خطير، بالاخص بلا ما نقول لكم ديال النوغا جفن، بريسك بحال ديال، ماشي بريسك، بحال ديال المحلات اللي على برا. والله القاسم جا لوغو ديالو ديال النوغا باين بزاف. ودوك الحبيبات ديال اللوز وديال الكاوكاو اللي مقرملين جاو خطيرين. غادي ندريسي بحال ما هكا، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم اولا الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم وردوا عليا، بالاخص الكلاص كنصحكم تجربوه. وكنتمنى اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك، يدعمني، والدعم ديالكم كيفرحني بزاف. الميساجات ديالكم اولا لي كومونتير ديالكم كيفرحوني بزاف. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم، باي باي.